تجربة سبوتنيت في مجال الرقمنة هي تجربة ناجحة منذ سنوات، وحنا نضع إشارة الفاعلين الاقتصاديين مجموعة من الخدمات الرقمية. نحاول بهذه المبادرات وهذه الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات هو تبادل التجارب وابتكار حلول جديدة من أجل هذه الفاعلين الاقتصاديين، وهذا في إطار تعزيز القدرات ديال بورتنيت وكذلك تعزيز القدرات ديال هذه المؤسسات، ومن أجل تفعيل هذا التعاون من أجل رقمنة ديال المساطير والإجراءات وكذلك تفعيل نموذج التمويل الجديد اللي تيركز بالخصوص على الرقمنة كدعامة للتنمية الاقتصادية. الأساس من هذا اليوم هو النقاش، ما يجب القيام به على أرض الواقع وكيف، لأن ما نبقاوش في التشخيص، لأن التشخيص راه عارفينو، عارفين شنو الدار، عارفين المشاكل ديالنا. الآن خصنا نمروا إلى سرعة قصوى، وهذه السرعة هي بها باش نحققوا الأمال ديالنا ونحققوا التحديات ديالنا اللي كتطرح في مجال الرقمنة، لأن الرقمنة راه هي الحاجات ديال المواطن ديال كل يوم، هي تبسيط هذه المساطر، تبسيط هذه الإجراءات الإدارية. جاءت مجموعة من القوانين، كاين دابا الآن بوابات، ولكن مازال خص الإدارة، خص المجتمع المغربي يكون كله واعي ويكون ديرو يد في يد، لأن هذا ماشي فقط هذا المشروع، مشروع ديال الإدارة أو مشروع ديال الدولة، هذا مشروع كذلك ديال المجتمع المدني، ديال المجتمع بشكل عام وديال المواطن. تنظيم النسخة الأولى من اللقاءات الرقمية يشكل فرصة لتثمين التعاون بين وكالة التنمية الرقمية والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية بورتنيت، من خلال توحيد الرؤى بالنسبة لمختلف الفرقاء والمتداخلين في هذا المجال، وكذا تكثيف الجهود قصد مواكبة الدينامية التي يعرفها التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في بلادنا، وذلك خدمة للمرتفقين وكل المنظومات سواء كانت إدارات أو مقاولات.